بقتش عارف الحق فين، ما بقتش عارف انا ايه ومين، ضاع الامان بينا، تاه الحنان منا، بنبيع في ناس شاريين ونحب ناس بيعين، والدمع مالي العين من ناس وبيعين، بنحن للي يخون وبنقسى اللي يكون شايلنا جوه العين، وتروح بيصنع ما بقتش السنين سرق في الزحمة خطاوينا، نكتب على روحنا وللجراح روحنا، واللي بيجرحنا شايلينه في عينينا، ما بقتش بدأنا حلق حوش والناس ما بيرحموش، قدام شهدت الحق ما طلعش ليهم صوت، بدأنا حلق حوش والناس ما بيرحموش، قدام شهدت الحق ما طلعش ليهم صوت، نجري جري الوحوش غير نحوش، ملناش لا حيلة في رزق ولا شفاعة في موت، ما بقتش اللهم ديب العز على عمدتنا وانصره على الانجليز واعدائهم. الله اكبر الله اكبر. بس بس هتودونا في داهيه، الانجليز لو سمعوا الدعاء ده يلا سلامه. ولا غفير تاخدهم على الارض، كل واحد معاه عدته يفلحوا هناك، وتعين عليهم دوريه من الغفر، مفهوم؟ بس يعني يا عمدي هنقعد كتير زي الصخره؟ هتقعدوا هناك لغايه الارض ما تتصلح، بعد كده ترجعوا لاهاليكم. ايه ولا شيعكوا للحرب؟ طالما كده بقى يا عمدي ودينا مطرح ما توديني. غفير نفذ هلا. غيتنا يا صلاح بيه، انت كبرنا ومالناش ظهر غيرك. فين عماد؟ جوزي عوض الغفر سحبوه على الجهاديه وحرب الانجليز، ولما رحت اسال قالوا لي العمده خد لهم مسامحه من الحرب وخدهم يفلحوا في ارض الجفالك، ومحدش عارف هيرجعوا امتى. غريبه، بدل ما يروح الحرب يروح يفلح في أرض جفالك. روح انت يا نعمات خدوهم معاك، أنا هتصرف في الموضوع ده. كتر خيرك يا صلاح بيه، يلا يا جمال. اسمع يا أدهم، بعد ما تخلص لتختك وإن شاء الله تعدي على خير، عايزك تطلع على أرض التفتيش. تفتيش الخداوي؟ أيوة، وخصوصا أرض جفالك. شوف لي الفلاحين اللي شغالين هناك دول، شغالين بالأجرة ولا بالصخرة، وفي أنه زمان. بقولك إيه، تعرف كمان ترفع لي المساحة اللي شغالين فيها؟ طبعا أعرف يا عم، أنت علمتني أرفعها بالحبل والعلام، وبعدين ممكن أرفعها بعيني من غير ما أجسها. لا أنا عايز كل حاجة في ورقة بالملي. طب
طب ممكن اعرف ليه يا عمي؟ بعدين اقول لك. اطلع دلوقتي على الفرح وبللتك يا دهب. عايزه ايه يا بنت العمد؟ جايه لها الحصاتي. ربنا يتمم لك على خير يا عروسه. هي دي برضو مقابله؟ ويتمم لك انت كمان. مش انت برضك هتتجوزي بدران؟ انا جايلك عشان كده يا صبحه. لو قطعوني حتت ما هتجوز بدران، وعايزك تساعديني. اساعدك؟ مش فاهم. انا رايده اخوكي ادهم وهو كمان رايدني. لولا انه عامل لكم حساب انت وامك، لولاكوا كنا رحنا واتجوزنا وعشنا في بلد بعيد عن هنا. يعني انت جيالي عشان اقول له يسيب اهله ودمه ويهج معاكي زي اللي عامل عامله؟ يا جبايرك، ده انت البرده بعيده. افهميني يا صبحه، انا مش عايزاه يبعد عنكم، بس برضه مش عايزاه يبعد عني. دي فزوره دي ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تلخبطليش غزلي. اني مش فايقالك، اني بجهز ليلتي. ولا انت بقى عايزه تعكريها وتطفلي فرحتي؟ لا عاش ولا كان اللي يطفي فرحتك يا عروسه. ربنا وحده اللي يعلم قد ايه انا بحبك وقد ايه انا فرحانه لك. طيب ايه الكلام المقلوب ده بقى؟ بص يا صبحه، انا عندي صيغه ياما هبيعها ونروح نشتري بيت بعيد في اسكندريه نعيش فيه كلنا، بعيد عن الكره بين العيلتين واللبش بين عمك وابويا. انا جايه يا صبحه اعرض عليكوا الحب بدل الكره والغل. واني بقى اقول لجوزي محمد ايه؟ اقول له سيب بلدك وشغلك واهلك وتعالى نعيش في كنف مهجة بنت التركيه. جوزك حسب ما اعرف شغله في مكان بعيد، وفين وفين عقبال ما يجي. انت تعالي عيشي معانا انت وامك، ولما يجي نديله عنواننا. قلت ايه يا صبحه؟ وافقي ربنا يهديكي. انت سخنه يا مهجه، الوبا خلص من البلد كلها وزارك. بتتمقلسي عليا؟ مش بتمقلس. ولو عايزه نصيحتي بلاش تجيب العار لا لاهلك ولا لاخويا، وتجوزي بدران. اهو من تنت ابوكي العمده سباعي، وحطي فلوسه وفلوس ابوه الحرام على فلوس ابوكي اللي جمعها بالسحت، وعيشوا بقى في سرايات ويخدموا عليكم عبيد وجواري، وبعدي عننا وعن ادهم اخوي. يلا يا ست مهجة، يلا يا ست مهجة نروح. يلا. الله عالحب لا بيعرف مين ولا فين، ويقرب في الدنيا اتنين، ويجمع بالشوق قلبين على وعد الحب. الله عالحب لا بيعرف غني ولا فقير، والجارية بيعشقها أمير، وقلوب العشاق بتطير من كلمة حب. الله عالحب، الله عالحب لا بيعرف مين ولا فين، ويقرب في الدنيا اتنين، ويجمع بالشوق قلبين على وعد الحب. الله عالحب. شوك لازم هتقول. انا ما صدقت لقيتها. ارجوك ارجوك يا حكيم اعمل حاجه. في الحقيقه انا شايف ان لازم تساعد نفسها بنفسها، لازم تاكل كويس. انا شايف ان ما بتاكلش خالص. البصيه ايه ده؟ انت فات ما بين صوابعك أشكال حريم من الألوفات، مش عارفة تأكليها، مش عارفة تكسرها حصانها على الأكل. بإيدي أكلها وبلعها الأكل بالكوم، بس أنت بقى اللي قلتلي عاملاها بالحنية، والحنية بقى في شغلنا ما تنفعش تدور. مش أنت برضو اللي علمتنا كده يا خوجة؟ صرفت
صرفوا يا المظية، لازم تقوم وتاكل. من رأيي نوديها مصحة حلوان، الجو والمية هناك هيساعدوها انها تبقى كويس. موافق، بس بعد ما نعدي ليلة الخميس واخلص وردية اخر الاسبوع نطلع على حلوان. تبي يقول لهم يجهزوا المطرح هناك. صفية، فوي بقى حبيبتي، فوي. ينشك في لسان وكل اللي قال كلمة تمس سمعتك يا اخوي. صحيح بلد اشعاع. تسلم ايدك يا عروسة. أنا قلبي واكلني طول النهار وشايفة ما نمش ولا بدي يا ابني. ربنا يسلم يا خالتي، أدهم جدع وعارف مصلحته كويس. وبعدين أنا كنت عايز أقولك يا أدهم، يعني أنني بعد ما سافر. أنت تسافر وتاخد بالك من نفسك يا محمد وترجع لنا بالسلامة. وبعدين أنا مديك ست العرايس. إحنا لازم نجوزك يا أدهم، عشان طول ما أنت قاعد كده يا نظري هتبقى عجينة في البوق وهيطمعوا فيك. كلام موزون يام. أقولك أنا اللي هنقيله العروس. انا رايح دار عمي، محتاج اتكلم معاه شويه. ربنا ينصرك على مين يعديك يا ابني. ربنا ييسر الامور يا ام. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عارفه ايه المشكل. هو زعلان عشان مهجة من ناحيه وصفيه من ناحيه التانية. قلبه متوسع، مقسوم نصين يا حبه عين. مقسوم نصين يا ليلى بيضا يا بيت. هو اخوك بيفكر في القبطيه؟ بقولك ايه يا محمد، ما يصحش كده. دي النهارده جوازكم وبتتنقروا. احب اعرفك على النرس الجديده لغيسة، من مواليد اسكندريه، من ام يونانيه واب مصري. يا ريت تعلميها بقى اصول الشغل عشان تشيل عنك شويه. اهلا لغيسة. اهلا. ويا ريت كمان تشوفي لي اوضه حلوه كده عشان تنام فيها. حاضر، اتفضلي معايا هعرفك اوضتك فين واشرح لك كل حاجه عن الشغل. بس اهو سي ادهم جه وهو اللي هيحل المشكله دي. الله، مشكلتي يا عم رزق. يا سي ادهم من غير زعل، انت معيني خولي على محضر العريس، يبقى اللي اقوله يمشي. انا بقول لهم اعملوا المحضر في الشرق، هم راسهم والف سيف يخلوه في الغرب. طب افرض هب طلع فجائيه، ما ممكن جدا طربوش العريس يقع ويبقى فال مش حيل. لا يا عم رزق، الفرح زي ما قلت لكم يا جماعه في الملمون، والعريس مش هيلبس طربوش. هدوا العمه من عندي. الله يحفظك يا ادهم. طيب قولي بقى، احنا امتى هنفرح بيك؟ ايه موجه خلاص راحت لبدران. انا عاوزك تشاور على احلى صبيه من بنات الشراقوه ونعلي الجواب. ايه رايك في بنت عمك؟ مش وقته يا تيمور افندي. لا مش وقته ايه، احنا نفسنا نفرح بيك، وانا بالاخص نفسي اشوفك عريس على المحضر. بدر منور الكون من حواليه، وكمان يا ادم اني نفسي اشوف العروسه اللي عينك هتقع عليها. ربك يسهل. تممت على هودك يا هنداوي؟ كله تمام يا اخو العروسه، والف مبروك. الله يبارك فيك يا رجاله، عقبال عندكم. الله يبارك لك يا ادهم. السلام عليكم. مع السلامه. سلام يا ادهم. سلام. انا حاسس كده يا رجالي ان ادهم مش مبسوط، في حاجه شغلاه. انا جاي ابشر عليك ان احنا بدانا نصلح ارض الجفالك. وديت الفلاحين على هناك من الصبح، قلت لهم كده يا تفلحوا في الارض يا تروحوا على الحرب. طبعا اختاروا الارض. تمام كده يا باشا. كويس، مش عايز الشغل يوقف ساعه واحده. سمعان، عين خولي من دايرتنا على الارض دي. تمام سعادتك. في حاجه تاني يا عمده؟ ايوه ما تتكلم هزاع يا سعاده الباشا. اني وسباعي يحصل لنا الشرف انك تحضر فرح جواز ابني على بنته. جواز بلكو رايق قوي يا عمده، العالم على كف عفريت وانتوا بتعملوا افراح يا عمده. نلغيه يا باشا، لو ده هيزعل جلاله الملك نلغيه. دادي انا عايزه فرح فلاحي في مغنى ورقص مصري يا عمده. طبعا ده هتحييه غازيه متسيطه في البر كله، الست بنوره السنباطيه، وكمان هتيجي من مصر الست منيره المهديه.
خلاص خلي الفرح ده أرناؤوط. خلاص يا عمدة، مدام لارا قالت خلي الفرح يبقى خلي الفرح، وأيامنا كلها فرح، وخمسين جنيه استرليني هدية مني للعروسين. يطول عمرك يا باشا ويخليك الهانم، بلك من هنا لما الفرح هنقيم الزينة والتعليق. بالإذن يا باشا. قوم قبل ما ارجع في كلامه. بالإذن يا باشا، بالإذن. أمال أنا سمعت في فلاحين بيقولوا إن في فرح عند الواد أدهم شرقاوي. أخته هتتجوز ابن خالتها. الفلاحين من ساعة ما باعوا القطن وقبضوا التمن وهم نازلين جواز، ومنهم بيقول إن الحرب هتقرب على مصر، عاوزين يلحقوا يجوزوا بناتهم. ياك صوفيا صفية، أنا اللي في المراية دي؟ ده محمد لما يشوفني مش هيعرفني. ليه بقى؟ هو انا عملت ايه يعني؟ ده انا حيالله حطيت لك شويه زواق فرنجي، بعدين الجمال ده جمال رباني. زواق فرنجي ولا فشر ميت بلانه زي عدلات الحفاف؟ ده البنات لما يشوفوا زواقك هيحدفوها بالطوب ويطلبوا منك انت بقى اللي تزوقيهم في جلوتهم. صحيح انت جايبه الحاجات اللي في الحق دي منين؟ الحاجات دي يا ستي بتاعت واحده خواجايه، بس انا ما اعرفش كانت شايلها لمين، مع انها لسه ما استخدمتهاش. الله يرحمك يا نينا. يا اختي كنت خليتيها ليلتك. الله صحيح يا صفي، انا سمعت ان القسيس جايب لك عريس. انا رفضته. بنت يا صبحة جوزي خرج من دار. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي يا بنت كلها؟ ربنا بقى يخليها لي صفي، يا حبه عيني واقفه على رجليها من الفجريه. هو انتوا هتقعدوها كده جنب العريس زي افراح الصالونات؟ لا، دخلتها من الشرقاوي، هي هتركب الهودك فوق وهو هيسبقها بالفرس بتاعه. ربنا يخليك ليا يا اخوي ويقدرني ويردلك جمالك يا صفي. الله صحيح، انت ليه بقى ما قرصتنيش في ركبتي زي البنات العذار؟ مش عايزه تحصليني في جمعتي ولا ايه؟ اصلها مش باين لها، بس انا قاعده مستنيه، وعلى العموم حاسه ان ربنا هيسهل. بس انت ربنا يسعد ايامك ويفرحك كمان وكمان. ويسعدك انت يا صفي ويوعدك بابن الحلال. الف مبروك يا صبحه، الليلة دي بس اطمنت عليك وفرحتي قد الدنيا كلها. وبيني وبينك يا بنت كويس انه هيسافر، كان ياخد حته من قلبك، كان يروح بقى فين؟ اسمعي نجاية، انتي اقرب واحدة ليا في البيت ده، انتي اللي ربتيني وعارفة كل اللي بيحصل معايا. انا عارفة اللي هعمله دلوقتي صعب قوي وهيسبب مشاكل كتير، بس ما قدميش حل تاني. خير يا ست هاني، بتفكري في ايه؟ انا لازم اهرب دلوقتي حالا. يا مصيبتي، تهربوا دلوقتي يا ست هاني؟ نجاية لو ما هربتش دلوقتي وفضلت هنا عمري كله هيضيع، ترضيلي الكلام ده؟ لا يا ست هاني ما يرضنيش، بعد الشر عليكي، بس كده العمدة هيقطعني. بقولك لازم اهرب دلوقتي حالا، لو مش هتساعديني خلاص انسي كل اللي قلتلك عليه. طب يا رب تروحي فين يا ست هاني؟ والله انا جايه ما عارفه، لسه ما فكرتش اروح فين. طب اجي معاكي. ما ينفعش، اطمني هبقى كويسه، بس اعملي كل اللي هقولك عليه. استغفر الله العظيم يا رب، دي حيرة ايه بس دلوقتي؟ طب قولي يا ست هاني عايزه ايه وانا انفذهولك. اديني هدومك اللي لابساها وجيبي لي حبل عشان خاطري. هم اتأخروا في ده ليه؟ ايه المفروض كنا كتبنا من بدري؟ الصبر الصبر يا مولانا، دول بيستقبلوا الناس اللي جايه لنا، ما هو برضه مش اي حد، ده الخواجه أرناؤوط بذات نفسه واهل بيته. كلها شوية وهنكتب الكتاب وهنطلع الفرح برا وهنفرح كلنا وهنشرب الشربات. يلا
اهلا 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 بالباشا. مبروك يا عمدة. الله يبارك فيك. مبروك يا عزاع. يا دمور هذا الهانم. الف الف مبروك يا عمدة. الله يبارك فيك يا هانم. شوف كبير قوي. اهلا وسهلا. فين العريس وعروسه؟ موجودين بس هو العريس مكانه هنا. خلاص كده متساوي. العروسه جوه بقى. ما انا بقول جنابك العريس العروسه جوه بقى مع الحريم مع النسوان يعني. طلع العريس والعروسه يا عمده. ماشي ماشي يلا هنطلع هنطلع. اتفضلوا اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا يا دي النور هذه الهانه. يا اهلا وسهلا عزاع. وبعدين في الخلل دول اعمل ايه؟ انا لو اعمل اللي بيقولوا عليه ده البلد تاكل وشي. احنا نكتب الكتاب ونطلع بدران وبعد كده هم حيتلهوا في المغنى والرأس. صح هو كده. تعال تعال. اهلا يا شيخ. اهلا اهلا يا اهلا. تفضل 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 يا بدران. ايدك يا عم. تفضل ايدك يا بدران. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق يا عمدة. ايه في ايه؟ خير؟ مصيبة مصيبة. انطاي في ايه؟ بوكا مش لاقينها في اوضتها ونجيها متربطة بالحبال. لا لا ما فيش حاجة ان شاء الله. خير خير ان شاء الله على الزوج. لا حول ولا قوة الا بالله. بوكا فين يا بنت؟ انطائي. صدقني ما اعرفش يا سيدي. هي قالت لي اقلع الهدمة اللي انت لابساها يا بنت. قلعتها راحت زقاني على السرير وربطتني زي ما انت شفتني كده يا سيدي وخرجت من الترسير على الباب الوراني. ربطتك يا بنت في الموجة. انطقي قطم رقبتك. والله ما اعرف يا سيدي والله ما اعرف. شيخ الغفر امرك انا بالبعض. خد الرجاله اقلبوا البلد هاتوا عليها وطيها. البنت لازم ترجع. انا هروح معاهم يا عمده ومحدش هيرجعها غيري. يلا يا شيخ الغفر. بنتي راحت فين يا عمده؟ انت السبب. انت عارف لو بنتي جرى لها حاجه انا قلبي عمره ما هيسامحك. نبت تلاقي نقطينا بس بسكاتك. وده نقطة عايزة بنت صالح يتردلك في بنات. مبروك يا صبحة. وده نقطة عليا بنت أحمد يتردلك في ولاد. مبروك يا صبحة. ألف مبروك يا أدهم. ربنا يتم بخير يا أخو العروسة. مبروك يا رجالة. عقبال عندكم جميعا. مبروك يا زينة الشباب. ألف ألف مبروك يا أخوي. ألف مبروك يا أدهم. ألف مبروك. ألف مبروك يا أدهم. كانت شورى سودا من الاول. انا مش عارف مشيت وراك ازاي. طول عمرك شوم يا هزاع. قولي اتصرف ازاي مع النعزين دي ولا الباشا اللي جوه الاخر وهو عيلته بره؟ يا عين عين وصبتنا عين الشراوي. دبرني يا هزاع. ادهم يا شراوي اطلع لي بره.
ايه يا ابن العمده، انت جاي تبارك ولا جاي تبوظ فرحتنا؟ يمكن جاي نقط يا ابن ابويا. اختي فين يا ادهم؟ اعيدها لك تاني، مهجه خبتها فين يا ادهم؟ مهجه؟ وانا خبي مهجه ليه؟ تفشت بس منك وانت عارف مكانها. من سكات يا ادهم طلعها، وزي ما انا شايف كده ان ليله بتاعت اختك ماشيه عالي العال. خليك شهم وراجل ورجعها زي ما وزتها تهرب وتحط راسنا في الوحل. يا ابن الحلال دي لا اخلاقي ولا تربيتي تخليني اعمل كده. وبعدين ما تنساش ان اختك تبقى بنت عمي، يعني شرفها مش شرف صبحه. وبعدين احنا بنفهم في الاصول. الله يبارك فيك يا ابن عمي. اتفضل بقى من غير ما ترد كده. طيب يا ادهم، هوصل لها وهوصل لها، بس قسما بالله العظيم ما هيكفيني بيت الشراقه كله. انتي بتحبي القرايه؟ ايوه، وبحب الغنى والمزيكا كمان، وكنت بغني في اسكندريه. يا سلام على كده، بقى صوتك حلو. بيقولوا انا اصلي ليا اخ شماس واخت بتغني ترانيم في الكنيسه. وانتي ليه بقى سبتي الغنى في اسكندريه ما دام الغنى بيجيب فلوس اكتر؟ ولا اخوكي كان ممانع؟ انتي عايزه تعرفي عني كل حاجه كده من اول ليله؟ موجة خير؟ في ايه؟ انا هربت يا صفية. هربتي؟ اه، ليلة فرحك؟ مفيش وقت يا صفية، الغفر بيجروا ورايا، خبيني بسرعة. تعالي تعالي. المخزن ده محدش بيدخله غيري، بس انتي مش هتفضلي كتير هنا، لحسن في نيرس جديده جت والحكيم طلب مني ان انا اجرد المخزن واسلمه لها. اطمني، هو سواد الليل بس، واول ما الشمس تطلع همشي. طب هتمشي تروحي فين؟ هروح لادهم حبيبي اللي طلبني للجواز وابويا رفضه بسبب العداوات اللي ما بينهم. هروح واقول له نهرب من البلد دي ونروح اي مكان، لو حتى في اخر الدنيا. للدرجه دي بتحبي ادهم؟ واكتر يا صفية، انا عمري ما هقدر اكون لحد غيره. صفية، انا عارفة ان انت بتعزي ادهم زي اخوكي بالظبط، والمعروف ده بتعمليه معايا عشان خاطره، مش كده؟ مسيري هردلك الجميل ده، ومعروفك دين في رقبتي عمري ما هنساه. القدر بيلعب لعبته معاك يا صفية. غرمتك على قلب ادهم اللي المفروض بتتمني لها الموت عشان حبيبك يبقى لك لوحدك، جاية تستنجد بيكي دلوقتي. يا صفية يا طاهر سمية. مين؟ اوعى تفتحي يا صفية. مين برا؟ انا لاريسا.
متخبط على باب الإرسالية. اطمني، اداري انتي دلوقتي، اداري. ناس مين؟ هي ابن العمدة ومعاه غفر. هقلو قوليلي بقى، انت كنت بتعملي ايه لحد دلوقتي جوه في المخزن؟ مش شغلك، وما تسأليش في حاجة ما تخصكيش. اتفضلي. يا صفية! في ايه يا ابن العمدة؟ ازايك يا صفية؟ وانت جاي دلوقتي انت والغفر بتوعك عشان تقولي ازايك يا صفية؟ في ايه؟ الغفر شافوا حد، والحد ده دخل هنا، والحد ده احنا بندور عليه. حد بقى زي مين؟ حد وخلاص. في حد دخل عندك؟ اه، حد دخل هنا. اللي دخل هنا كان عفريت نط من سور الارساليه وقاعد جوه تحت شجره النبقه، واللي بيخش بياكل رجلي. يا شيخه، وانت اخبار رجلك ايه؟ انت بتهرقي على المسا يا صفيه. اعمل لك ايه؟ ما انت بتقولي حد ومحتد، قول في ايه واخلص. مهجهت العروسه طفشت ولبست لبس الخدامه، الغفر شافوها داخله هنا. وهي مهجه هربت ليه؟ في حد يهرب من جوازه زي جوازتها؟ لا، ما انا عارف ان الجوازه دي على هواكي عشان يخلالك انت الجو. دخلينا بقى ندور عليها، يمكن مستخبيه هنا ولا هنا. ممنوع يا ابن العمده تخش انت والغفر بتوعك الا لما يكون معاكم مندوب من القنصليه الفرنسيه. ماشي يا صفية، ماشي. يلا يا رجاله، يلا ندور في مكان تاني، يلا اتحرك. ألف مبروك يا محمد أفندي، ألف مبروك. الله يخليك يا مينا، وعقبالك أنت كمان. منين بقى؟ ده صفية اللي اختارها لأبونا ودخلت قلبي من أول ما شفتها رفضت. يا سيدي نصيبك هيجيلك والحد عندك كمان. مبروك يا عروستنا، خدي بالك من رجلك، خد عروستك يا محمد. مع السلامة يا صاحبي. هودك يسبق عشان تعرف تعيش متهني. ما تقلقش عليا ابن خالتي، هنمد الجمال 10 قروش عشان يفضل في ديل الحصان. عقبالك يا ادهم. عقبالك من صبح، دي بنتي قبل ما تبقى اختي. ما تقلقش، في عينيا الجوز. لقيتوها؟ لقيتوها ولا ما لقيتوهاش؟ هذه الفضايح. قولها للناس، عامل ايه مع النعزيم؟ قولها للباشا اللي جاي كبرني. انت بتفكر في الناس يا عمدة وبنتنا ضايعة؟ كله من ادهم من الشرقاوي يابا، لما مايل راسها وغسل مخها ما كانتش هربت. ازاي؟ اطلع قول للناس، قول لهم العروسة عيانة، قول لهم ماتت. ده ولا بدران كان مات فيه. انت خاف على بدران؟ اه. خبر ايه؟ هنعملهم على بعض؟ ايه عزاح؟ مش اتفقنا؟ دي جواز التكويش، جواز الطامع. خلصت من جواز الهباب ده يا اخوي. طيب لينا قاعدة نتحاسب فيها. انا ماليش دعوة يا عمدة، انا عايزة بنتي. لا لي بنتي يا عمدة. الاقيها؟ انا هلاقيها واخفز بيها سبع ارض. ارض الشر يا موجد قلبي. وقف راسه الغوني، بقول لك وقف راسه الغوني بنكروه. سامعاك ابو العريس هينقط يا جدعان. بس هو فين العريس يا هزاع؟ ولا هو نقوط اقرع يعني؟ اتلم يا اختي ولم على ضيشك.
احنا بنتأسف لكم يا جماعة. أنا وحضرة جناب العمدة السباعي بنتأسف لكم كلكم، وخصوصا لجناب الباشا، الباشا اللي مشرفنا هو وفاميليته الكريمة أرنعود باشا اللي احنا عايشين في حماه وهو رفع راسنا. احنا مش هنقدر نكمل الفرح، أصل العروسة مرضانة يا ولداه، من شدة الفرح جالها وجع في قلبها قامت سقطت من طولها. يلا يا اخواني كل واحد يروح لحاله، كل واحد يشوف مصلحته. السماح يا باشا السماح، يعني العشاء مكتبها ليلة زينة، بس الأمر لله نجملة كده إن شاء الله في الهانم الصغيرة. ابقى فوت عليا يا عمدة. حاضر يا باشا حاضر. ما طلع اخوانته هو فضناه فضناه خلاص، كل واحد يروح لحاله. يلا يا فرقة يلا يا حبيبي انت وهو يلا. دورت عليها في البلد كلها؟ قلبت البلد شبر شبر يا اما ما لقيتهاش. يعني ايه؟ لبس طاقية ليخفة ولا عفريت بعرن شال؟ الموضوع ده يا اما ما يخرجش عن ايد ابن الشرقاوي، هو اللي مايل راسه، هو السبب في الفضيحة اللي احنا فيها دي. اللي يوجع القلب ان اللطعة جت في جبينك يا ابن العمدة. اللطعة جت في جبيني؟ هو انا عملت ايه؟ مش اختك يا نني عن امك؟ وما تيجي تتقدم لبيوت الغوالي والانساب هيعيروك بيها. من ناحيه دي اطمني، انا مش عايز اتجوز. ايه واد الكلام اللي بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ عشان تبقى عمده لازم تتجوز، ولا يكون صحيح الكلام اللي سمعته عنك وانك ماشي ماشي عوج في البلد؟ كلام كلام ايه؟ انك ماشي ورا البت بتاعت الارساليه. وفيها ايه يما؟ انت لو عايزه تساعديني بصحيح تجوزها لي. اجوزها لك؟ انت اتخبطت في عقلك ولا اتخبطت في نفخك يا واد؟ ده انا اقتلك وادفنك بايديا وارتاح منك. يا واد افهمني يا ولا، انت اخرة صبري. ده انا استحملت المر مع ابوك، استحملت المر لغايه لما توصل لكرسي العموديه وتقعد عليه وتبقى فوق كل الناس كلها، وساعتها بقى انا اعتماد احكم واتحكم في الخلق كلها، وكلمتي هي اللي تمشي. يما ابويا اتجوز واحده تركيه وبقى عمده. انا بنفسي رحت سالت الشيخ قلت له يا جوز اتجوز من قبطيه، قال لي يا جوز الموال الموكوس ده تشيله من راسك خالص، وانا بقى هعرف اغير الموضوع ده واضرب عصفورين بحجر واحد. بقولك يا ولا، انا عايزك تروح تجيب لي رشيل بنت اليهودي، وما تجيش الا وانت جايبها في ايدك الليله. موجة مش موجودة. بدران
موجة هربت مني ليلة فرح يا صاحبي، وانت السبب. انا السبب يا بدران. ايوه انت السبب، انت سبب عذابي في الدنيا دي كلها. انت اناني وطماع وجلف. ولا انت شكلك واخد ستر ولا ايه؟ سيبني. انا لو بايدي كنت علقتك من كعانك قدام الناس وقلت لهم حكموه، هو ده اللي ضيع مهجة وضيعني، ده اللي عايز يكوش على كل حاجة. عنده عيلة، أم وأخت، عنده عم وأفلو، عنده بنات الدنيا كلها. ممكن تشاور على أي واحدة تجيلك، لكن ليه؟ ده حط على موجة قلبي زي الغراب. الطيب الشهم الحنين ما يعرفوش حقيقتك، خسيس وطماع، عايز تاخد كل حاجة من غير ما تدي أي حاجة. ليه كده يا صاحبي؟ ليه؟ فوق يا بدران، يلا تعال فوق. مالك يا بدران؟ مالك؟ تعبان. سلامتك، تعال خدني للعشة يا صاحبي. عشة ايه؟ اسندني ولا هدلك. تعال امسك فيها جامد، امسك فيها، تعال. أموريني يا أم العمدة الصغير. انت سمعتي في الإرسالية النسوان وهم بيقولوا إن الممرضة اللي اسمها صفية حبلة؟ سمعت وشفت. طب وهي متجوزة؟ لأ، من صغرها وهي في البلد، ولو اتجوزت كنا عرفنا. ده حتى الواد مينا وسط القسيس علشان يتجوزها. وهي قالت ايه؟ رفضت. رفضت ليه؟ معرفش. مراري عليكي يا بنت اليهودي. راشيل فتحي راسك معايا يا اختي، واحده ما اتجوزتش قبل كده وبيقولوا حبلة، تبقى ايه؟ تبقى خاطئة يا ست. ومين اللي خطأ معاها؟ مين؟ مراري، راشيل. طب فطميني، مين اللي هي رايحه جايه معاه كل يوم وسهرانين سوا كل ليله؟ قصدك ادهم الشرقاوي؟ عليكي نور، هي دي بقى اللي بان اللي انا عايزاها تدور على لسان الناس في البلد كلها، وخصوصا نسوانها، وهي هتشعللها ونبقى صبنا الجاز على النار. حاضرين قدرنا يا نور حاضرين.